السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهي. طيب، ما بعد مباراة الاتحاد والتعاون، والله ماني عارفة من فين أبدأ، ولكن قبل ما أتكلم أنا عندي مبدأ. حكاية الناس اللي تقول انتي متعاطفة مع فهد، انتي تحبي فهد، انتي وانتي وانتي. انا فتحت هذه القناة منصفة، يا انه اتكلم عن جميع اللاعبين في المباراة وعن مستواهم وعن تقدمهم، يا اسكت. لكن أمسك لاعب واحد وأخليه شماعة لغلط جميع الفريق، خطأ. لو رجعنا للمباراة مرة تانية وتفرجنا الإعادة والأهداف وملخص المباراة، راح نلاحظ أنه فهد بيلعب ولكن ما كان عنده حظ، نقول حظ سيء. لما نبغى نكون عادلين هنقول الثلاثي الهجوم اللي هو فهد والبيش وروما ما قدموا شيء. فهد ضيع، روما ضيع، حمد الله ضيع، البيشي ما استفدنا منه حاجة، روما ما كان في مستوى أو خايف من الكروت، برونو هنريكي ضيع، أندري فيليبي بعد الكرت صار يخاف من الاحتكاك أو الالتحام أو يأخذ توقف، أسامة وزياد ما قصروا ولكن ليس الدفاع اللي إحنا نعتمد عليه، حمدان مختفي، الشنقيتي، الأظهرة ما قدمت أي هجوم دفاعي. لازم نتكلم عن كل مجمل المباراة بالحق. تغيرات المدرب اللي جت متأخرة، المفروض ان انت من الشوط الثاني مدخل العبود ومطلع فهد تسحب البيشي ليه؟ المفروض ان انت مدخل البيشي اساسي بعد ما تضمن هدفين، لانه البيشي عنده كل الحلول ويفتح مساحات، تدخل فهد ورا قرابها. يعني 50% المدرب، 50% اللاعبين، لكن حط الخطأ كله على لاعب واحد. ليه؟ ليه كل ما طاحت الجرة أو تعادل الفريق أو خسر قلنا فهد؟ ليه؟ معقولة فهد هو الوحيد اللي قابل الفريق 11 لاعب، هو لوحده بيلعب والباقي دكة؟ لا، الكل لعب، بس تقوم الدنيا وتقعد يا عزيزي. ترى هي قول مباراة تجريبية عشان هون على نفسنا، يعني حتى المدرب ما كان في مستوى المتألق، دائما واقف وعنده حلول وبيساعد اللاعبين. ما شفنا هذا الشيء كمان من المدرب، يمكن كان بيشوف مستوى اللاعبين مع التعاون على أساس مباراة يوم الاثنين يركز عليها ويشوف الأخطاء. ما في أي مدرب يكون يجامل لاعب على حساب لاعب ويخسر مباراة أو يتعادل فيها. يمكن هو شايف شيء في فهد إحنا مو شايفينه، ممكن يحتاج فهد في السرعة، في التحولات، في المساعدة في الهجوم، في إزعاج الخصم. إحنا عارفين إنه فهد سريع ويزعج الخصم، يشتت الفريق. ممكن هو محتاج فهد في أشياء معينة، ولكن ليس اعتماد الكل على فهد. فهد أول كنت تلوموه لما كان يلعب مهاجم، لما ما كان عندنا مهاجم، خلاص، وتقولوا فهد ليه ما بيسدد، فهد مو في مستوى، فهد ما بيشتغل على نفسه. أوكي، حلوين، معاكم حق، لكن فهد رجع لمكانه الأساسي، جناح، يعني مو مطلوب منه انه هو يجيب لك هدف. عندك راس حربة، عندك ورا المهاجم روما، لا تقول فهد مطلوب منه
فوت كرات، ضيع كرات زيه زي البقية. ويا عزيزي الاتحادي، مستحيل مستحيل انه انت تمر بموسم كامل مع مدرب من غير تعثرات. حكاية انك تمشي في خط واحد ما عندك تعثرات وفوز فوز، لا، هذه في الحلم، هذه ماجيك، هذه ده عندك قوة خارقة. ولكن لازم يكون في تعثرات للفريق، ضغط نفسي، ضغط مباريات، كثرة التمارين، السفر، أشياء كثيرة ممكن تأثر على الفريق. الاتحاد تخدر بفوزه على النصر، خلاص احنا فزنا على النصر، اتخدر، باقي الأندية في جيبنا. لا، وتكلمت فيها في مساحات، قلت لهم فريق التعاون مو زي أول مع التغيرات والصفقات، قالوا لي لا يا بندري انت تبالغي. قلت لهم في لاعب لازم التركيز والتغطية والمراقبة عليه، مصطفى فتحي، قالوا لا هو خرج من إصابة مو في مستواه. قلت لهم التعاون ما يخلص لك مباراة بسرعة إلا بشق الأنفس، قالوا لي لا، 3 نقاط في جيبنا أهو أهو. صار الغير متوقع، حتى الناس اللي قلت لهم أعطوني توقعاتكم للمباراة رفع الليمت عندهم 3 4، إذا مرة مرة 2. أنا كنت عارفة يا هنخرج بتعادل يا بهدف، خرجنا بتعادل، خسارة بتعمل فوز. تقول يعني أنا ما هتكلم فنيا عن المباراة، كلنا شفناها، مهما تكلمنا راح يقولوا فهد، فخلوني أتكلم عن الأشياء اللي في ناس ما بتتطرق ليها أو بتتكلم عنها. المدرب عنده فترة، صح إنها فترة قصيرة، ولكن يقدر يصحح فيها الأخطاء ويستغل الفرص ويلعب على أخطاء التعاون. الشوط الأول مرتدات، بعد كده التعاون الشوط الثاني أصبح منظم ومرتب وأكثر تركيز ولعبوا علينا الكورة. دائما إحنا بنشتكي من الفرق الصغيرة مؤخرة الترتيب في التكفيل. أنت عندك لاعب يا خلق يا عالم، البيشي هو الوحيد في الاتحاد، اللاعب الوحيد في الاتحاد عدتها مرتين يلعب في مساحات ضيقة، والعبود يفتح مساحات، وفهد يفتح في يلعب في مساحات مفتوحة. يعني لازم يكون في مساعد لفهد يفتح له مساحات، لكن العبود هو اللي بيفتح مساحات. طب العبود غير موجود مع فهد، فطبيعي انه الضغط على فهد في تكفيل المساحات ما يقدر يؤدي اي دور. اوكي حلوين، ما اشتغل على نفسه، ما بيطور في نفسه، بس بيلعب. ما تقدر تقول انه فهد جالس يتمشى او بيلعب باليه او 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 غير مهتم. لا، لا نظلم، زي ما احنا ما نرضى بالظلم من اي نادي او اي لاعب، وزعلنا من تصريح تاليكسا عن حمد الله، ما نرضى بالظلم لأي لاعب، نقول حظه سيء، ما كان الحظ في صالحه، ما كان في أدوات تساعده، كان في ضغط، كان في تكفيل. أهون من إنك تقول إنه فهد تحمله تعادل الفريق. أنا يمكن ما تكلمت بعد المباراة أو اليوم الثاني لأنه دخلت السوشيال ميديا، فهد فهد فهد، ما في أي كلام منطقي أو عاقل أو كلام فيه له عقل عشان تتناقش. سبت الجماهير تهدأ وتطلع الكبت اللي عندها والزعل، وبعدين أتكلم أنا بالشيء اللي عندي، لأنه أنا ما يرضيني إنه أنا أظلم لاعب واحد. جروهي ضيع هدف أو ضيع نقطتين علينا، لو نبغى نكون ظالمين هنقول جروهي فهد هم السبب.
لما نكون منصفين هنقول جميع الفريق من الحارس للهجوم. الوسط كان عندك ضايع، العرضيات ما بتوصل لحمد الله، التكفيل، الأظهرة، ثلاثي الهجوم، الكل ما كان مركز. الاتحاد دخل بثقة قوية إنه إحنا هنفوز، وهذا اللي أنا كنت خايفة منه، إنك تجيب هدف وبعدين تنسى المباراة وتسلمها للخصم. خطأ، لازم احترام الخصم. التعاون فريق نظيف مشرف في المنافسات، فريق بيصارع على الهبوط، فريق في المراكز الأخيرة، ولكن التعاون تغير، شفناه مع الهلال والأهلي والشباب والرائد. آخر مباراة الرائد تديك نظرة إنه التعاون تغير. أنت عندك مباراة كأس وعلى نفس أرضهم، يعني هيفصلك بين الفوز ركلات الترجيح، ولكن أنت تقدر تستغل أو ما تحط نفسك في موقف ركلات الترجيح وتنهي المباراة بهدفين. وقلتها قبل المباراة، قلت ممكن التعاون يقلب عليك المباراة، قالوا لا يا بندري انت تبالغي، اطلعي من البلد، انت ما تفهمي كورة. اهو صار اللي احنا خايفين منه وتعادلنا، الحمد لله جت تعادل. يعني عندك فريق زي التعاون يطلع بهدف من فريق متصدر، هذه براغندة كبيرة، هذا إنجاز إنه يطلع لك بهدف. 50% اللاعبين، 50% المدرب. بعدين تقولوا المدرب يفضل فهد على العبود، انتوا جايين تلوموا فهد؟ لوموا المدرب، يدخل العبود أساسي ويخلي فهد ورقة رابحة، لا تيجي تلومه فهد. فهد زيه زي بقية اللاعبين، بيمشي على تعليمات المدرب، بيمشي على تعليمات الإدارة. ولما نيجي يخرج من عندك لاعب تقول النادي الفلاني ضدنا، النادي الفلاني يكرهنا، النادي الفلاني يحفر لنا. طب ما اللاعب كان عندك، ليه ما حافظت عليه؟ ليه ما دعمته؟ فهد سريع متهور أوكي، لكن بيلعب. فهد مزعج للخصم وسريع، ممكن يشتت لك الفريق بسرعته، يشتت لك الخصم بسرعته. فهد بيصنع. أنا شفت المباراة أكثر من مرة، في كورة صنعها لحمد الله ضيعها حمد الله براسه، وفي كورة صنعها روما روما ضيعها، هنريكي ضيع. ليش دائما نلوم فهد؟ ليه؟ حتى الـ 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 الهدف أو الصراع اللي كان بينه وبين لاعب النصر وتوقعناها ضربة جزاء، طلعت مي ضربة جزاء، لكن فهد يقدر يجيب لك ضربة جزاء في منطقة خطرة. ممكن يستفتح لك فهد المباراة بضربة جزاء في منطقة خطرة، وشفناها في المباريات السابقة. ليش نكذب؟ ليش نتوه نفسنا؟ يا ليت تهدوا شوية، تهدوا شوية، لسه عندنا مباراة أساسية وقوية، لسه عندنا مع الأهلي، لسه عندنا مشوار طويل في الدوري، بس أنت لسه متصدر. يفرقك عن الوصيف 7 نقاط، تقدر تجيب في هذه المباراة 3 نقاط. لما يجي يقول لي مشجع نصراوي والله ما قدرتوا على التعاون، قدرتوا علينا، أسكت. فزتوا بالتحكيم، أسكت. التعاون لعب قفل واستحوذ على كورة، انت فتحت وما استحوذت على كورة ولا عملت ولا شيء، كنت مجرد صورة يا فريق النصر. عشان كده احنا فزنا. التحكيم مشكلتكم، انتوا اللي جبتوه مو مشكلتنا.
بعدين أنا مستغربة، أمس يقولوا إنه تاليكسا متوقف عن مباراة. في فرق بين اللاعب لما يكون داخل بقوة ولاعب لما يكون فعل ماشين، وتوقف تاليكسا بسبب الالتحام القوي على الكورة، مو فعل ماشين. لا، اللي سواه تاليكسا فعل ماشين يا وزارة الرياضة، يلي فاهمين قانون. فعل ماشين، ضرب اللاعب خارج نطاق الصراع على الكورة، ضربه على صدره. الحركة اللي صارت مع أندليه فيليبي فعل ماشين، إنه يخنق اللاعب، هذه توقفوا عليها مباريتين. تاليكسا مو لعب قوي أو التحام قوي على كورة أو احتكاك قوي، لا، فعل ماشين سواه مع اللاعب، ضرب على الصدر ممكن تسبب إصابة للاعب، واللاعب النصر ممكن تسبب اختناق لأندريه فيليبي. شفتوا يا جماهير النصر، حتى إحنا ننظلم من التحكيم. أتمنى إنه إحنا ندعم الفريق وندعم اللاعبين. لا عندك وقت تغير لاعب، ولا عندك وقت تجيب لاعب، ولا هو وقت صفقات، ولا الإدارة هتتحمل أعباء وديون ثانية. فنحافظ على لعيبتنا. لو عندك إصابة، مين البديل للبيشي أو العبود؟ إيقاف، إصابة، طرد، مين عندك بديل؟ أهو مباراة التعاون ورتنا كيف إحنا محتاجين وعندنا نقص، اللي هو كورنادو الصانع، واللي هو حجازي قوة الدفاع. ولا ما كان الهدف اللي في جروه دخل، أو أساسا ما مر لو حجازي موجود. أتمنى من زياد الصحفي يبطل الفلسفة الزايدة مع لاعبين خطيرين زي اللي سواها مع توامبا، ممكن كان فينا هدف. أتمنى من البيشي ما يجيب هدف وينام عليه 10، مرة يكون مزاجي، مرة يكون مو في المود، مو وقتك. أتمنى من المدرب بعد كده يدخل العبود من بداية الشوط الثاني، مادام أنت ما شفت فيه تغير في الشوط الأول، دخل العبود الشوط الثاني، عنده حلول، عشان ما يقولوا الجماهير والله أنت تجامل فهد على حساب العبود. غلط ان احنا كل ما نخسر او نتعادل نمسك لاعب ونجلد فيه نجلد فيه نجلد فيه، يكون هو شماعة اخطاء الفريق كامل. يا انك تتكلم عن مجمل المباراة ومستوى اللاعبين، يا انك تنقطنا بسكاتك، لانه مين اقصتك؟ مرة مين اقصتك؟ شفتوا، انا قلت لكم فهد في البوست ده هنخسر، فهد في البوست ده هنتعادل، لازم يطلع، لازم يجلس دكة، حتى الدكة ما يجلس فيها. مين انت عشان تقرر؟ مين انت عشان تقرر؟ انا الفترة الاخيرة وقفت مع جماهير الاتحاد لما في اعلاميين وفي نقاد بيتكلموا عن الجماهير، ولما اتمنعنا من الحضور، ولما قالوا ان هم في فئة معينة مع كاريلي، وقفت معاهم، لكن وقت الحق هوقف ضدهم. هوقف ضدهم، لازم نكون منصفين. يا ساتر يا رب، صوت اسعاف. انا لانه بصور في الحديقة، الجو مرة حلو، فبتسمعوا الاصوات من كل مكان. لا، انا هكون ضدكم لما تظلموا لاعبيكم، هكون ضدكم. لكن لما احد يجي يظلمكم من برا النادي او ما يمس النادي باي صلة، هوقف مع جمهور الاتحاد. انا هنا منصفة للاعبين وللجماهير وللإدارة ولنفسي. الشيء اللي أشوفه صح هتكلم عنه، تقدروا تناقشوني، تقدروا تكلموني، بس ما تقدروا تقولوا لا يا بندري أنت عاطفية. مو وقت العواطف، لما تكون منصف أنت عاطفي، ولما تظلم يقولوا أنت بتطبل. ما عرفنا لكم يا جمهور الاتحاد، انت داخل نفسك لا تسمح لنفسك تظلم اي لاعب، ولا تسمح لاحد من برا يظلم اي لاعب من فريقك. لازم تكون منصف.
مباراة واحدة وعدت، ننسى مجهودات فهد ومجهودات جروهي، لا يشكروا على مجهوداتهم الاثنين. حكاية يجي لي واحد يقول لما تشوفي ضحكة جروهي تنسي الخطأ، تستهبل أو تستخف دمك. إيش أسوي بالسمايل تبعه؟ الضحكة إيش أسوي فيها؟ لازم يكون في عقل وكلام فيه له عقل عشان تقدر تتناقش مع الشخص. تعال قول لي والله روما ما سوى، وهنريكي واندري فليبي وهوساوي وشنجيتي وحمدان ويوي، اقول لك صح فهد من ضمنهم، لكن تسيبهم كلهم وتمسك في فهد اقول لك انت لا تتناقش معايا، اسكت. هذا اللي أنا حبيت أوصله ليكم، وأكيد لينا نقاش ثاني قبل مباراة الكاس مع التعاون، ولازم نهون على نفسنا ونهدى شوية ونعتبرها أخطاء تتصحح إن شاء الله من المدرب. يعطيكم ألف عافية وشكرا ليكم.